الجاية سنة خير علينا جميعا. اليوم الفيديو مختلف مثل ما كنتم شايفين، لابسة مريول المطبخ مع الطاقية وطالع لوك كتير حلو وكتير حابة هذا الشيء. ما بعرف شو رأيكم، كتبوا لي تحت رأيكم بالتعليقات إذا حبيتوا هذا اللوك ولا لا. اليوم مثل ما بتعرفوا هذا الشهر مليان بالحلويات والسكاكر والكعك. اليوم رح نحضر مع بعض كعك العيد، رح أعلمكم كيف رح ساوي الكعك وكيف رح زينه وشكله. مثل ما بتعرفوا أولادنا بهذا الشهر بيحبوا هذا الشهر لأنه في شجرة العيد، في كعك العيد، في الهدايا والسكاكر. اليوم رح أعلمكم طرق تزيين لكعك العيد وكمان رح أعيشكم بعض الأجواء الحلوة ببيتي. إذا أنتم جداد بقناتي لا تنسوا تحطوا لايك كتير كبير لهذا الفيديو، بنفس الوقت تضغطوا سبسكرايب وفعلوا الجرس لحتى يصلكم كل جديد مني. خلونا مع بعض نشوف كيف رح نحضر كعك العيد وكيف رح نزين شجرة العيد. لتحضير كعك العيد بنحتاج 250 غرام من الزبدة، بتكون بحرارة المطبخ، بنضيف عليها نص كوب من السكر وكمان زرف من الفانيليا، بتطلع حوالي معلقة تقريبا. بخفق المكونات مع بعض لحتى بحصل على هذا القوام. بعد ما حصلت على هذا القوام بضيف عليها بيضة واحدة وكمان برش من الليمون، وكمان رح بخفق المكونات مرة تانية. بعد ما خفقتها شوي بيجي اضيف عليها 3 كواب ونص من الطحين، وكمان ضيف عليها زرف من الباكنج بودر، كمان بتطلع حوالي معلقة، وكمان رح ضيف معلقة صغيرة من القرفة. برجع بخفق المكونات كلها مع بعض، واخر شي بضيف عليها صفار البيض. بخفق المكونات لحتى بحصل على هاي العجينة. هلأ أنا هون حطيتها بالكيس، فيكم تغلفوها اللي بدكم إياه، بتدخلوها على الثلاجة شغلة ساعة وبعدها تطلعوها بتتركوها بترتاح وتبلش وبتشتغلوا فيها. هلأ أنا بعد ما طلعتها مثل ما كن شايفين عندي إياها شوي لسه جامدة، قطعتها بالنص وقسمتها أقسام صغيرة لحتى تسهل علي بالمد. هلأ مديت تمام، وهلأ بيجي بواسطة قطاعات اللي تكون على شكل شجرة العيد، أي شيء عندك إياه. حبيت بستخدم هذا الموديل من الشجرة، وهلأ رح أبلش أقطع فيه بهالشكل مثل ما نكون شايفين، وبشيل الأطراف وهيك تكون حصلت على شكل شجرة العيد. وكمان استخدمت كتير من الأشكال من الدباديب، كتير يحبوها الأولاد، استخدمت على شكل جراس، على شكل قمر، حطيت تحت ورق زبدة وحطيت الكعك والصينية. رح بستخدم هدول القوالب يلي ظاهرة عندكم، رح حطها على الفرن على درجة 180 شغلة 20 دقيقة. وبعد هيك راح نحكي على موضوع التزيين. أنا هون عندي كعك بلوز باللون الأخضر، وعندي كمان شوكولا تمام، راح بعملها بحمام بخاري ودوبة، وكمان عندي الشوكولا البيضة، وكمان عندي شوية أشياء للتزيين مثل حبات التلج والنمنم الجاي على اللون أحمر وأبيض وفضي، أقلام للتلوين والتزيين باللون الذهبي والأحمر، سبراي بخاخ من لون الذهبي والزهري، عندي هيك أشياء من الشجر وكمان شوي من الدباديب. طبعا أشياء التزيين ترجع حسب رغبتكم. عندي هذا الكليبة هو اللاصق يلي بتستخدميه لكعك البلوز إذا بدك تزيني فوق كعك البلوز. هيك كان شكل الدباديب والجراس والقمر بعد ما طلعتها من الفرن بهالشكل، من جوا شوي ذهبي ومن فوق ما بتاخد ضل على لونه أبيض. هلأ رح نيجي نبلش بكعك بلوز. أخدت قسمته لنصين ومديت من الكعك بلوز، وهلأ شكلته بقالب نفسه اللي استخدمناه بالكعك اللي هو شجرة. وبهالشكل أخذت الكعك بلوز حطيته فوق الكعك،
بهالشكل بكون حصلت على شجرة. هلأ بواسطة هذا القلم اللون باللون الأحمر، هو قلم سكر، رح حط نقط نقط صغيرة. وكمان فيني بستخدم هاي الكليبة اللاصق بعمل بهالشكل وبضيف عليها أشياء التزيين اللي فرجيتكم إياها. بهالشكل فيكن تزينه. بخيت كمان شوي من بخاخ الذهب، يطلع لون وشكله ولونه كتير كتير حلو. طبعا فيكن بتنوعوا وتبدعوا أكتر وأكتر إذا أنتوا إلكن مراق كتير وأفكار كتيرة، فيكن تساوي اللي حابينه. أنا حبيت بساويكم شيء كتير بسيط وبيساعدكم كبداية إذا حابين تساوي بسكويت أو كعك العيد، يعني فيكم تستخدموا هيك طرق تزيين بسيطة جدا. وهلأ بنيجي للنجمات والملاك. هدول ما رح احط عليها كعك بلوز، هدول راح غطسها بالشوكولاتة البيضة بعد ما ساويتها بحمام بخاري. راح غطس الملاك والنجمات بالشوكولاتة البيضة بهالشكل. طبعا لازم تستعجلوا لان لحتى ما بتبرد عندكم الشوكولاتة وتضطروا مرة تانية بتساووا لها حمام بخاري. بهالشكل ساويت النجمات والملك. طبعا طرق التزيين كمان فيك كيف ما انت تحبي. انا حطيت شوي من هذا النمنم الاحمر والابيض، حطيت شوي من بخاخ الذهب، وحطيت عليها دول الدباديب الصغيرة. وكمان ساويت حمام بخاري للشوكولا وراح اغطس فيها الدباديب بهالشكل. راح غطس فيها الدباديب، شوي من قلوب الحب، وكمان من القمر. طبعا راح زينا نفس طرق التزيين بالنجمة والملاك. وهيك نكون خلصنا كعك العيد. ان شاء الله يا رب يكون نال اعجابكم، عن جد كتير لذيذ. هيك كان الشكل النهائي لإلها، ان شاء الله يا رب تكون نالت اعجابكم. عن جد كعك جدا جدا لذيذ وبسيط، مكوناته وطرق تزيينه كتير كانت بسيطة. فيكم تأبدعوا أكتر وبتساووا أشكال كتيرة وبتنوعوا. هلأ بعد ما رح ننتهي من الكعك العيد رح فرجيكم كيف زينت شجرة العيد وكيف كانت الأجواء عندي بالبيت. وميري كريسمس عالجميع. وهيك كان شكل الشجرة بعد ما خلصت تزيين، شكلها كان بيجنن ومع كعك العيد بيجنن أكثر وأكثر. اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو رأيكم بشجرة العيد وبالتزيين. هيك زينتها، حبيت كتير نوع. أنا أحب الشجرة تكون هيك مليانة أشياء. وكمان حطيت هاي الأشياء اللي كتير كيوت على الكمودة، وحطيت هيك شجرة كتير حلوة. وهاي الأشياء الصغيرة دائما بس شوفها بتشدني وبشتريها، كتير بحبها. ما بعرف إذا أنتم مثلي بس تشوف هاي الأشياء الناعمة والصغيرة هيك، ما بعرف أنا بتشدني وعلى طول بشتريها. حطيت كمان شمعة على شكل شجرة العيد وهيك شوية أشياء وأجواء حلوة، وعملت 3 بواحد. صار لي زمان ما بشربه، فما بعرف اشتهيته مع كعك العيد.
كان كتير كتير لذيذ. قعدت جنب هالشجرة ومع ثلاثة بواحد وكمان جنب هالبسكويت يلي ساويته، وكنت عم بقرأ لكتاب هو خاص للحلويات. بحب بشوف هيك كتب وبحطه بالبيت لحتى باخذ شوية أفكار، وكمان باخذ فكرة عن كام مقادير ولا عن طرق تزيين. فكانت الأجواء وكان كعك العيد بجنن عن جد، بنصحكم انكم بتجربوه لانه بياخد العقل وبيجنن كتير طعمته. بتمنى انه نال اعجابكم من الفيديو، بشوفكم فيديو جديد بقناتي عالم سارة. واذا انتم جداد بقناتي لا تنسوا تدعموني بالقناة، بحبكم كتير وبشوفكم بفيديو جديد.